وألف مبروك بتكليفك لتشكيل الحكومة الجديدة. ألف مبروك. الله يبارك فيك شفعي. بس احنا لحد الآن ما شكلنا الوزارة. تشكل؟ شنية؟ الوزراء هم في احنا بعدنا على الوزارة القديمة. القديم إلا كل حق حكي رسل عجلت الميت حق. مش تقصد؟ أنا تعبت ليك لكن لي سواد منه لازم بالحجر أحكي. أوكي حق شاكر هذا نعم شاكر بدأ معاك تعال هنا بدأ عيني فاني نسيت أقول لك أشوفني هسا كل شيء موصلني عن الكتل الجديدة. والله يا باشا أنا أنتظر ترشيحاتكم الكتل اللي خليت علامة تعجب عليها. مو تعجب علامة استفهام بالضبط. عموما احنا لازم نكثف اتصالات ويا الكتل الجديدة. انا متعرف المن انطي وزارة الدخل والمالات. باشا لو تسمع رأيي المتواضع انا اقول الدخل والمالات ايه نعطيها للحزب الاكبر الكتل الجديدة شيف. وزارة القتال وزارة الإفادات نعطيها الاحزاب الوسطى. اما وزارة المي والمولدات وباقي الوزارات هاي انت معرفتك توزعها على احزاب الكتل الصغيرة. اما وزارة المرابي ايه جرابكم ايه خطة تعبانة شنو؟ خطة الصابون ايه باشا جبت خطة على اساس من الشيوخ توصيت واحد علي جاب لي كل استعبانة مسوي تشكيلة يعني ابد يسكت لا وهم لا بها ريحة لا تبني صبحي تجيب لي صابون قديم؟ لا على وقتك باشا هذا الموزين كله بيته بالزبل اي عضو الستاج بالشرج وجابري انا مو اتعامل الا ويا الاصلي المو اصلي اذا بالزبل تنحي فيه عافيه عافيه صبحي الاصلي يا حمد احنا رادلنا مشاورات كثيفه على مود نختار الاصلي. سمعت شاكر؟ سمعت راشد مرات تشوف صابون مضبوط بس تلقى في السماء لا ريحة ولا وقف. ليش؟ ليش؟ لأنه مو أصلي. ده تحكي دور روحك تعلم منك. أوف اخشونا راحت من وراء هاي الروائح الطيبة. شاكر قلنا تسالم جامعتها ثلاث وزارات. هالمرة نعطيهم وزارة واحدة. كيف؟ كافي. الله أكبر. دام يوضع الوصخ. شنو؟ ما ظهرك. إذا سمع حار بتيس. دام يطلع في تاي في تاي على الوصخ. تشاهدونه حصرياً على ألف واحد.